وفي تعز أبطال الجيش واللجان يطهرون عددا من المواقع ويدحرون ملتصقة العدوان من آخر معاقلهم في بني علي وصبة العبوس بمديرية حيفان. هكذا تم دحر المرتزقة من آخر معاقلهم في الأعبوس بني علي وصبة بمديرية حيفان. أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير عدة مواقع وطرد مسلحي مرتزقة العدوان في مديرية حيفان، رغم الإسناد الجوي لطائرات العدوان التي كثفت من قصفها الهستيري على تلك المناطق. الإعلام الحربي وزع اليوم مشاهدا لعمليات التطهير التي نفذتها قوات الجيش واللجان الشعبية للعديد من مواقع مرتزقة العدوان السعودي في جبهة حيفان في منطقتي بني علي وصبة العبوس بعد معارك ومواجهات عنيفة. تم اليوم بعون الله ملاحقة التواعش والتكفيرين إلى منطقة العبوس وتكبدوا خسائر كبيرة، وهذه من ضمن الخسائر حقهم من دبابات مخزن سلاح مخزن سلاح بذخايرة برشاش برجمة قنابل بالجمل بهوانات كل شيء موجود. الحمد لله ان احنا استفدنا عليهم وساروا فارين لقينا ادبارهم والحمد لله بالنصر. وتظهر المشاهد آليات عسكرية مدمرة للمرتزقة، كما تظهر عثور الجيش واللجان على مستودعات أسلحة وكميات من العتاد المتوسط والذخائر المعبأة في كراتين عليها علم دولة الإمارات غنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية بعد فرار المئات من المرتزقة من هذه المواقع.